مساك الخير والصحة والجمال لكل مشاهدين برنامج دكتور، سواء اللي عم يشاهدونا من خلال شاشة النهار أو لجمهورنا يلي منورنا بالاستديو. مشاكل السمنة كثيرة، منها التأثير النفسي ومنها الصحي، ولأنه في دائما أسئلة كثير بتدور حول هذا الموضوع، في كتير معلومات مغلوطة عن عمليات السمنة. كل فترة منخصص فقرة لحتى نجاوب على مجموعة كبيرة من الرسائل يلي بتوصل على صفحة البرنامج وأيضا على صفحة ضيفنا الدكتور أحمد السبكي. لهيك اسمحوا لي نستقبل سوا ضيفنا الرائد الأول بجراحات السمنة والسكر بالشرق الأوسط ومصر، دكتور أحمد، استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة. أهلا وسهلا، شرفنا ومنورنا. واليوم دكتور عنا مجموعة من الأسئلة اللي وصلت على صفحة البرنامج وأيضا على صفحتك عن كل ما يخص عمليات السمنة، لحتى ناخذ الإجابات الصحيحة من حضرتك. رح نبلش بأول سؤال معنا من إيهاب. إيهاب عنده 17 سنة، وزنه 95 كيلو، عمل دايت كتير ودائما بيفشل وعايز يعمل تكميم معدة، لكن مامته خايفة من العملية، ممكن نشجع مامته وتخليه يعمل العملية؟ والحقيقة ده سيناريو متكرر جدا. الشباب في سن الطفولة وسن المراهقة بيبقى عندهم مشاكل مع السمنة. صعب جدا على السن ده ان انت تقدري تتحكمي فيه بعادات غذائية سليمة او تلزميه بطبيعة اكل معينة. احنا الكبار ما عم نقدر نتحكم، لحتى الشباب المراهقه يقدر يتحكم. بالظبط. وللاسف اسلوب الحياه بتاعنا بقى ليزي شويه وكسول شويه، فده بيؤدي الى سمنه مفرطه. لو ضفنا ليها عنصر جيني او وراثي يبقى الموضوع بيبقى زياده جدا. الحقيقه عمليات السمنه أصبحت حل جميل جدا لسمنة الأطفال. بنفضل عملية التكميم على أساس إن هي عملية بنسميها فيسيولوجيكال، يعني ما بتحتاجش فيتامينز بعد العملية، ما فيهاش تغيير جذري، مجرد حاجة بتسد الشهية، تزود الحرق عنده، تعكس الكيمياء الخطأ اللي موجودة عنده. عملية متجربة على سنين طويلة، اتعمل عليها إحصائيات في سن الطفولة ودراسات، والحقيقة كلها كانت مشجعة. مفيش خوف خالص، ونطمن والدته. بندرس حالته، لو هو فعلا إرادته ضعيفة يبقى التكميم هو الحل المثالي له. اللي احنا بنشوفه دلوقتي حل بديل. أوكي. ممكن يبقى أحد الحلول البديلة لعمليات التكميم، وهي الكبسولة المبرمجة، وهي أحد الحلول البديلة لسن الشباب الصغير أو الطفولة، على أساس إن هي مش عملية، تتبلع بشوية مية تدخل جوه المعدة هتبقى بالون، تقعد معاه 4 شهور هتسد الشهية وتزود الحرق كأنها عملية لكن لفترة محدودة. هتخسسه متوسط 20 كيلو، عادة في السن ده هو بيبقى عايز الوزن ده. ده حل جميل وسحري زي ما بنقول، وبدون عملية وبدون أي احتياج لمستشفى أو تخدير. الحاجات اللي هي رغم التقدم اللي احنا عايشينه دلوقتي فيها وأصبحت أمان بإذن الله 100%، لكن ما زالت عند الأبهات والأمهات أحيانا خوف على الأبناء. فده حل بديل جميل ومريح وبدون أي مشاكل جانبية، ويحقق التارجت بتاعنا. لكن أكيد في فرق بين التكميم كعملية تعيش العمر كله بصرف النظر عن إرادته، والكبسولة اللي هتساعده ونرجع نعتمد جزئيا على إرادته ونعوده على لايف ستايل عشان نحافظ على النتيجة. يعني تكون عامل محفز خليه يخسر وزن في حال هو كان تعبان كحالة نفسية من الوزن أو حالة صحية من الوزن يلي واصل له، وبالتالي لما يشوف النتائج يرجع يتشجع من أول وجديد، نديله يغير نمط حرية من الحركة، نديله إحساس بالانطلاقة اللي هو عايزها، يقدر يمارس رياضة، نعمل له سبورت نفسي، يبقى أصبحنا حل متوسط. على الأقل نقدر نقول ما خطوة ما قبل العملية. في حال ساعدته بيكون ممتاز، في حال اضطر للعملية على الأقل 60% بيقدروا يحافظوا على النتيجة، ده الإحصائيات العالمية. في 40% ممكن يرجعوا تاني، يبقى على الأقل في 60% قدرنا نوصلهم للي هم عايزينه بدون اللجوء للعملية، رغم
اني باكد ان العمليات امان جدا بالنسبه لهم ونتائجها قويه ومريحه، بالذات بالطريقه الحديثه اللي هي والادوات الحديثه اللي ما فيهاش قيء، ما فيهاش نقص بروتين، ما فيهاش نقص فيتامينز، يبقى قدرنا نحقق كل التارجتس بتاعتنا بدون اي مضاعفات. وحتى لو كان هو بعمر صغير ما فيها اي مشاكل في حال اخترنا العمليه الصح مع الجراح الصح. رح ننتقل لسؤال جديد دكتور، هذا السؤال من ندى. ندى عندها 25 سنه، وزنها 75 كيلو، عرسة فرحة بعد 3 شهور، مشكلتها بالنص الثاني من بالنص التحتاني من جسمها، وبتفكر انها تعمل فيزر. شو رأيك او شو هو الاجراء المناسب لها؟ هو طالما احنا عندنا منطقة مختلفة عن بقية الجسم، يعني في اسيمتريتي، يبقى الحل مش ان احنا نخس من الجسم كله، لان ساعتها هيفضل في البروبورشنز او عدم تناسق متراكمة باماكن معينة بين مناطق الجسم. فالحل المثالي بالنسبه لها ان احنا نعمل ما يسمى بالنحت الرباعي للمنطقه اللي هي الساقين او الفردين او الهانش او المناطق اللي هي ديسبروبورشن مع بقيه جسمها، وده حل جميل. وبالنسبه لها لان هي زي ما بتقول عندها فرح بعد 3 شهور، فيبقى عايزه حاجه سريعه، حاجه قويه، وفي نفس الوقت حاجه باذن الله ما ترجعش تاني. يعني ميزه الفيزر والنحت بالفيزر، سواء فيزر او جيبلازم احتاجناه، انه بيكسر الخلايا الدهنيه، معناها ان المنطقه دي اصبحت غير صالحه لانها ترجع تاني عكس الشفط القديم. زي ما حضرتك شايفه مثلا، ده رسمه مثلا في البطن، كل الدهون اللي موجوده خلاص اختفت، الكيرفز بتاع البطن اترسمت، خدنا شكل انسيابي جميل. الكلام ده ممكن في كل مناطق الجسم، ممكن في الذراعين، ممكن في الفخذين، زي ما حضرتك شايفه المقاس هنا. شوف، هي يمكن كمان من اكثر الاماكن اللي فيها مشاكل، لانه دكتور اي ندبه فيها او اي جرح يبقى ممكن ظاهر يبقى. طبعا فهذا حل رائع خاصه للمشاكل اللي ممكن تكون عند الايدين. زي ما حضرتك شايفه مقاس على الاقل 6 سم، وده طبعا هي جلسه واحده، يعني الفيزر مش جلسات ولا ده، هي سيشن واحده ادتنا النتيجه دي بدون ترهل في الجلد. واجمل ما في النتيجه دي ان هي زي ما حضرتك قلتي بدون اي اثر، وانها نتيجه دائمه، يعني مش هنرجع نلاقي الدراع ده. والجلد مشدود كمان دكتور، هي كمان نقطه كتير مهمه. طبعا اللاف هاندلز والبرالاين والظهر والمناطق كتير، الكيرفز بقى حاجه ثانيه خالص. رائعه طبعا، رائعه. وهي المنطقه صعبه كتير عند السيدات ايا كان نوع الرياضه، بيكون فيها طيب مشكله طيب. وهيك نحن بنخفيها تماما، وبناخد اساسا كونتورينج كتير حلو للخصر. طيب. التسدي عند الرجال زي ما حضرتك شايفه، كان زمان لازم وجود غدد، يعني ان احنا لازم نعمل جرح ونستأصل وكلام من ده ويسيب اثر. لا، دلوقتي الفيزر الحاجه الوحيده اللي ممكن تكسر الغدد اللبنيه، تشد الجلد وتلزقه على المصل، تدي ديفينيشن وترسم عضلات الجسم، سواء البنش سواء السكس باكس، كل الفي لاين، كل المناطق نقدر ناخد منها رسمه وديفينيشن جميل بالفيزر بدون اي جراحه. وبيساعدنا اكيد انه نحصل على شكل جسم صحي وممشوق وايضا مفصل، يعني مثل ما بنقول كانه نازلين عم نلعب رياضه ومتبعين دايت. رح ناخذ سؤال جديد من رانيا. رانيا عمرها 38 سنه، وزنها 105 كيلو، عندها سكر من 5 سنين وبتاخذ اقراص للعلاج. كيف ممكن تتخلص من السكر والوزن الزائد؟ هو الحقيقه السكر كان لفتره طويله معروف ان هو مرض، علاجه الاقراص والانسولين، لغايه ما ظهرت طفره جراحات علاج السكر وعلى راسها عمليه التحويل المصغر للمعده اللي اثبتت عمليا وبكل المعايير الدوليه ان هي حل نهائي باذن الله للقضاء على السكر. بتغير هرمونات الجسم، بتنشط البنكرياس، بتمنع امتصاص السكريات والنشويات، المريض بيوقف الاقراص تماما، بيوقف الانسولين لو بياخد انسولين، كل المضاعفات اللي حصلت نتيجه السكر بترجع تاني باذن الله تختفي. يعني حتى تاثير السكر على شبكيه العين بيروح، تاثير السكر على الكلى، تاثير السكر على الاعصاب الطرفيه، على الشرايين والطرفيه، يعني تكاد تكون بتغسل الجسم من كل أمراضه. وعلى فكرة مش السكر فقط، احنا بنسميها الأمراض الأيضية، الأمراض اللي لها علاقة بالتمثيل الغذائي اللي هي السكر، الضغط، الكوليسترول، النقرس، كل الأمراض اللي ممكن تكون مضاعفات لأمراض السمنة أو الوزن الزائد. وخد بال حضرتك،
حتى لو جينا نقول الفقرات، الغضاريف، المفاصل طبعا، المفاصل، اورام كتير للاسف لها علاقه بالسمنه. الحقيقه طفره كبيره جدا في عالم جراحات السمنه ان هي تقدر تقضي على كل امراض العصر. لو عديتيهم كده هتلاقي هي دي الامراض اللي موجوده دلوقتي فعلا. الله يبعد عنا جميعا يا رب، ربنا يعافي ويشفينا جميعا. عمليه واحده ممكن ترجع الانسان شباب. عايز اقول لحضرتك بره مصر بيقولوا العمليه دي بتطول العمر وبيحسبوها، يعني المريض الفلاني عمل عمليه كذا. طبعا احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى طبعا، الاعمار بيد الله وعمرنا كله ثابت، لكن بنقول على الاقل الانسان لاخر لحظه في عمره يبقى بصحه جيده. مش ماشي بشنطه ادويه وقاعد عند الدكاتره في عياداتهم. ودكتور نحن يمكن استقبلنا بحلقات ماضيه حالات كثير من حالات النجاح يلي توجهت لعند حضرتك وحكوا لنا فعلا كيف تغيرت حياتهم وكيف كانوا موقفين حياتهم عن كل الانشطه يلي عملوها وفعلا رجعت الحياه لونها بمبي مثل ما بيقولوا بالمصري. رح ناخذ سؤال ايضا من فيصل من السعوديه، وزنه 95 كيلو، عنده تراكم دهون بمنطقه البطن، شو هو الحل الامثل له يا دكتور؟ هو الحقيقه السمنه في بطن الرجال نوعين، يا سمنه خارجيه ودي بتتعمل بالفيزر والنحت الخارجي وبتدي شكل جميل جدا ونقدر نرسم له كل معالم الجسم والديفينيشن والسكس باكس والفي لاين والكيرفز بتاع جسمه العضله البنش، نقدر نديله الشكل المثالي اللي هو يحلم بيه واللي هو مش هيقدر يحققه حتى لو عمل سنين عنيفه من الرياضه. ونتيجة الفيزر فورية زي ما قلت لحضرتك وآمنة وأيضا هما بترجع بتظهر بنفس المكان. فده أحد الحلول. في أحيانا البطن في الرجال بيبقى السمنة داخلية. السمنة الداخلية لا، لازم بقى نخس من جوه. اوكي، كيف يعني دكتور سمنة داخلية؟ نخس ممكن بدايت ورياضة. اوكي، ممكن نخس بالكبسولة، يعني احنا اللي نقدر نساعده بيه لو هو إرادته ضعيفة في ان هو يلتزم بحمية غذائية. الكبسولة اللي شفناها بأول الفقرة بالظبط، ده كده النحت زي ما حضرتك شايف. ده نتيجة فورية رسمنا فيها البطن ورسمنا فيها عضلة البنش، خلاص بقى ديفينيشن كل حاجة عنده متحددة. لو لا المشكلة مش في دهون خارجية وداخلية، يبقى الكبسولة المبرمجة هتخسسه مثلا 10 15 20 كيلو حسب الوزن الزائد، هتلاقي البطن دي هبطت تماما، كل الكيرفز بتاعتها اتظبطت، مع شوية رياضة ياخد شكل مثالي بقى. يعني طول ما عم يتوجه لعند دكتور شطور وبيعرف شو عم بيشتغل ومحترف وبيخاف على المريض وبينصحه بكل ضمير وبيعرف شو هو الاصح لكل حاله، ان شاء الله بتكون النتائج دائما. والله يا شاطر، بس شطور دي جديده عليك. شاطر احنا بنقولها شطور وهي شاطر عندكم. شاطر ومحترف دكتور، ودائما مشرفنا ومنورنا ودائما بنستفيد من خبرتك وعلمك. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور احمد السبكي، شرفتنا ونورتنا.